هنا هنتكلم على موضوع The anatomy of an XHTML form. كلمة anatomy يعني تشريح، فاحنا عايزين نعرف مكونات النموذج اللي موجود عندي. طبعاً صفحة الـ XHTML بتبدأ بـ Document Type Definition اللي هي الخاصية ديت. DTD بتعرف لي الكاركتر ست اللي احنا بنستخدمها، غالباً بيكون طقم الحروف الخاص باليونيكود اللي رمزه بيكون UTF شرطة 8. بتعرف لي اللغة اللي احنا بنستخدمها، عربي، انجليزي او اي لغة. الحاجة الثالثة انها بتعرف لي اصدارة الـ XHTML المستخدمة اللي هي غالبا ما بتكون version 1. نيجي بعد كده في السطر الثاني. طبعا صفحة الـ HTML بتبدأ بالـ HTML start tag وتنتهي بالـ HTML end tag، وبيكون فيه جزئين اساسيين اللي هما الـ head section والـ body section. الـ body section هو المهم عندي هنا. ليه؟ لان انا بتكلم على النماذج، والنماذج بتكون موجودة في الـ body section. علشان نعرف نموذج فاحنا بنستخدم التاج اللي اسمها form. يبقى هنا الـ start tag الخاصة بالform، وهنا الـ end tag الخاصة بالform، وما بين الـ start والـ end يكون مكونات النموذج اللي موجود عندي. طبعا في الـ start tag بنعرف الـ attributes الخاصة بالform. من أشهر الـ attributes الخاصة بالform أو الخواص بتاعتها خاصية الـ name، خاصية الـ action والـ method. الـ action بتحدد الـ CGI script أو الـ PHP script أو الـ ASP.NET أو الـ Perl أو الـ Python أو غالبا الـ script اللي هيتم استخدامه لاستقبال البيانات. يبقى بيكون في برنامج على السيرفر وظيفته إيه؟ إن هو يستقبل البيانات اللي اليوزر بيدخلها. طيب هيعمل بيها إيه؟ والله ممكن ياخد البيانات دي ويعمل لها insert جوه قاعدة البيانات، أو ممكن يبعتها لإيميل شخص معين زي ما هنشوف. يبقى إذن الـ action بيحدد الـ server side script اللي هيستلم البيانات من اليوزر ويعمل لها processing. خاصية الـ name بتحدد لي اسم النموذج. ممكن يكون عندي في صفحة الويب أكتر من نموذج، أنا عايز أفرق ما بين العناصر اللي موجودة على كل فورم، فهستخدم خاصية الفورم نيم. بدأوا يتجهوا دلوقتي مع استخدام الـ XHTML لاستخدام الـ ID بدلا من الـ name. كمان وظيفة مهمة جدا للفورم نيم إن أنا بستخدمها عشان أكسس الفورم element، يعني أنا عايز أقول له هات لي القيمة اللي موجودة في حقل اليوزر نيم اللي موجود في الفورم اللي اسمها تيست مثلا، على اساس ان انا عندي في الصفحه اكتر من فورم. الميثود هي الطريقه اللي بيتم استخدامها لارسال البيانات. عندي طريقتين، يا اما بيكون في طريقه اسمها جيت يا اما بوست. الطريقه الافتراضيه او مش سكيور، فالمفروض انه اما نيجي نبعت باسوردات او ارقام حسابات او غيره حاجات مهمه فاحنا بنستخدم بوست. عايزين تقارن دلوقتي ما بين الجيت والبوست. أول حاجة بيقول لي إنه في حالة استخدام الجيت فإن السبميت الداتا اللي هي البيانات اللي اليوزر دخلها بيتم إضافتها أو إدماجها لليو ار ال المحدد في الأكشن أتريبيوت. عشان تفهموا النقطة دي، ده نموذج المفروض إن هنا في فيلد اسمه إيميل، وهنا الفيلد التاني اللي اسمه الريتنج. يبقى أنا عندي هنا عنصرين، هنا الايميل وهنا الريتنج. النموذج ده الاكشن الخاص بيه كان هو ملف البي اتش بي اللي اسمه فورم انبوت دوت بي اتش بي. لو اليوزر بيعمل سبميت فالمفروض ان البيانات اللي اليوزر دخلها هنا في العناصر ديت بتنبعت. تنبعت ازاي؟ على الشكل ده، انه هنا بيكون اليو ار ال المحدد في خاصيه الاكشن، وبعدين النيم اسم الحقل، وبعدين القيمة، وبعدين أمبير سند، وبعدين النيم، وبعدين القيمة، أمبير سند، وبعدين النيم، وبعدين الفاليو، وهكذا. يبقى إذن العناصر أو البيانات اللي اليوزر بيدخلها بيتم إرسالها واضحة جدا في الأدرس بار. طبعا ده مش سكيور. النقطة الثانية بيقول لي إن الـ get method is visible to everybody. ليه؟ زي ما حضراتكم شايفين بيكون في شريط العنوان كل الكلام ده،
فأنا عرفت على طول إن الحقل اللي اسمه إيميل البيانات اللي اليوزر دخلها فيها اللي هي دي اللي هي الأيمن أندرسكور رياض كذا، فده يعتبر مسكيور. يبقى إذا الـ get method is visible to everybody it will be displayed in browser address، هتنعرض فين؟ الـ address bar الخاص بالبراوزر. كمان فيها مشكلة إنه ليها عدد معين أو ليها limit لعدد الفيلد اللي أنا أقدر أحطها في النموذج. النقطة الثالثة بيقول لي إن الجيت هي أقل أماناً مقارنة بالبوست، لأن الداتا دي بيتم إرسالها كجزء من الـ URL. الـ URL اختصار كلمة Uniform Resource Locator اللي هو عنوان صفحة الويب. الجيت بتتخزن في البراوزر هيستوري والسيرفر لوج كبلين تكست. لوج يعني سجلة. طالما إنها اتخزنت في البراوزر هيستوري معنى كده إن ممكن حد تاني يدخل على الهيستوري ويعرف البيانات اللي أنا بعتها مثلا. get method is easier to hack، سهل جدا إن أنا أعمل لها عملية هاكينج، ومن المفضل إن إحنا ما نستخدمهاش أما نيجي نعمل sending للباسورد أو الـ sensitive information. نتكلم عن الميثود اللي اسمها post. في حالة البوست فإن البيانات اللي اليوزر بيدخلها في النموذج لا تعرض في الأدرس بار، وبالتالي ده بيكون more secure. يعني هنا حضراتكم بتشوفوا نفس النموذج، اليوزر ما بيعمل عملية submit ما بيظهرش حاجة في الأدرس بار. طب فين البيانات اللي اليوزر دخلها؟ البيانات اللي اليوزر دخلها بتنبعت في البابل مسج الخاصة بال HTTP. يبقى إذن دلوقتي إن الفورم داتا are not displayed في ال URL، لكن هيتم إدماجها جوه المسج بابل الخاص في ال HTTP request. البوست هي أكتر أمانا من الجيت. ليه؟ لأن البارامترز أو الفاليوز الخاصة بالنموذج ما بيتمش حفظها في الهيستوري الخاصة بالبراوزر ولا في السيرفر لوج. طبعا هي أكتر صعوبة في عملية الهاكينج، صعب إنه حد يعمل هاكينج عليها. بيقول لي هنا إن البوست ميثود بنستخدمها لما نيجي نبعت باسوردات أو sensitive information. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نبدأ في مجموعة من التمارين على النماذج. حضراتكم مش مطالبين بنماذج معقدة، إحنا ممكن يجينا نمطين من الأسئلة، يا إما يديني كود HTML ويكون فيه ناقص بعض المعطيات ويطلب مني أنا أكملها، أو إنه يديني رسمة النموذج نفسه ويطلب مني إن أنا أكتب الكود المناظر ليها. أول حاجة إحنا بنرسم فورمة، يبقى المفروض إن كل الكود اللي إحنا هنكتبه هيكون ما بين كلمة فورم وفورم، الستارت تاج الخاصة بالفورم والإند تاج الخاصة بالفورم. في مجموعة من الخواص للفورم نفسها، أشهرها اسم الفورم، الطريقة اللي إحنا بنستخدمها لإرسال البيانات يا إما جيت يا إما بوست، طبعا بنتحدد عن طريق الأتريبيوت اللي اسمه ميثود. الخاصية الأخيرة هي ملف الـ PHP أو الـ ASP.NET اللي بيعمل بروسيسنج للداتا اللي موجودة في الفورم، وده بنحدده عن طريق الـ Action Attribute. يبقى هو ممكن يجي لي في سؤال يقول لي اعمل لي فورم، الفورم دي هتبعت البيانات لعنصر لملف ملف PHP اسمه كذا، وهتستخدم طريقة بوست لإرسال البيانات واسم الفورم كذا، يبقى لازم أراعي النقط ديت في حل السؤال. احنا عايزين نرسم الفورم دي. طبعا هنا في جزئين، في هنا عناصر HTML اللي هي الفورم element، وفي هنا تكست عادي خالص. طبعا التكست العادي اللي هو كلمة first name وكلمة last name، هنيجي نكتب first name نقطتين زي ما هو كاتبها هنا بالظبط. وبعدين عشان نرسم العنصر اللي اسمه تكست بوكس ده، العنصر ده اسمه تكست بوكس، هنيجي كاتبين كده input و type. العنصر ده نوعه text box، يبقى المفروض نقول input وبعدين الطيب بتاعه بيساوي text. اسم العنصر ايه؟ براحتك حدد اي اسم انت عايزه، ما يشترطش ان الاسم الخاص بيه يكون first او first name او كذا، اكتب الاسم اللي انت عايزه. هنقول ان اسمه f underscore name. طيب الvalue بتحدد ايه؟ الvalue بتحدد القيمة الافتراضية. اول ما حضرتك بتشغل النموذج المفروض انه بيظهر فيه قيمة اللي هي بتكون هنا كلمة first. يبقى اذا value بتحدد الديفولت فاليو، القيمة الافتراضية للعنصر ده.
اليوزر ممكن ما يدخلش حاجة، لو ضغط submit هتنبعت الديفولت فاليو. السايز اللي هو أقصى عدد من الحروف اللي بيقبلها العنصر ده. يبقى احنا كده كلمة first name دي عبارة عن تكست. الشكل ده أو السطر ده كله كده، كل الجزئية من أول input type لغاية 30 المفروض إن هي بتعبر عن الإليمنت اللي اسمه first. بريك رول دي بتعمل إيه؟ بتخلي المؤشر بتاعي يتنقل لبداية السطر، يعني بتجبر ال HTML إنها تبدأ لي سطر جديد. وطبعا حضراتكم عارفين في حالة ال XHTML إحنا في ال Empty Element بنحط مسافة وبعدين باك سلاش وبعدين نقفلها كده. عشان نصمم العنصر التاني هنيجي كاتبين last name زي الأولى بالظبط، وبعدين input type بتاعه كان text، اسمه براحتك، يعني هنا أنا مسميه last name. هل last name ديت زي دي؟ أو هل أنا مجبر إن أنا أسميه last name؟ لأ، اكتب الاسم اللي أنت عايزه. ال value زي ما قلت لحضراتكم بتحدد القيمة الافتراضية اللي بتظهر في الحقل نفسه، وال size. خلصنا الكود، لازم نكتب الفورم end. نيجي للعنصر اللي بعده، لو احنا عايزين نتعامل مع الراديو buttons. الراديو buttons دي بتديني إمكانية إن أنا بختار من متعدد، يعني بيكون عندي مجموعة من الاختيارات واختار منهم واحد فقط. في الحالة دي لازم يكون كل العناصر لها نفس الاسم، يبقى إذن لابد أن يكون للعناصر كلها نفس الاسم. ليه؟ عشان نختار واحد منهم فقط. لو غيرت خاصية الاسم للعناصر دي بقى كل واحد ليه اسمه، يبقى معنى كده أن أنا ممكن أختار عنصر واختار أكتر من عنصر عادي. طبعا ده غلط، ما ينفعش. يعني ما ينفعش أقول لك اختار الأوبريتنج سيستم بتاعك وأعمل لك راديو باتونز ديت وأقول لك الويندوز واللينكس والماك وأنت تختار لي ويندوز ولينكس ماك، ما ينفعش. نبدأ عايزين نصمم الشكل ده، فالمفروض إن إحنا هنبدأ بالفورم ستارت والفورم إند. نيجي هنا، طبعًا مفيش كلام مكتوب، لأ هنا كلمة ميل، الكلمة دي تكست، والكلمة في ميل برضه تكست، فإحنا هنكتب كلمة ميل أهي وهنا في ميل، سواء بديت بيهم أو يعني بديت هنا كلمة ميل كده هنا وهنا كلمة في ميل كده مش هتفرق. الفكرة إن أنت بتكتب التكست. طيب يبقى كلمة ميل دي اللي هي الكلمة دي، عايزين نصمم العنصر الصغير ده. العنصر ده هو نفس الكود اللي مستخدم هنا بالظبط، لكن بدل ما يكون التايب بتاعه تكست، التايب الخاص بيه هيكون اسمه راديو. يبقى input نوعه راديو، اسمه gender اللي هو النوع، والقيمة بتاعته ميل. أعيد، كلمة ميل دي ملهاش علاقة بيه. كلمة ميل اللي هي دي هي نص، يبقى الكلمة دي هي نص، لكن الفاليو بتحدد القيمة اللي هيتم إرسالها للسيرفر. أنا مثلا ممكن للتبسيط أخليها M، أنا حر، والفاليو التاني هخليها F براحتي. يبقى إذن دلوقتي ميل اللي هي الكلمة دي هي التكست اللي بيظهر هنا. العنصر اللي هو الدايرة ده نعمله إزاي؟ بنيجي نقول input نوعه radio واسمه سميناه الجندر، والقيمة بتاعته اللي هيتم إرسالها للسيرفر لو اليوزر اختار كلمة ميل هيبعت M بس. طبعا البريك رول عشان يتنقل للسطر اللي بعده. نيجي بعدها كلمة فيميل زيها بالظبط، input type كان نوع راديو، name لازم يكون نفس الاسم اللي فوق. قلت لحضراتكم ده اسمه اختيار من متعدد، يعني معنى كده ان كل العناصر اللي موجودة عندي لازم يكون ليها نفس الاسم، لكن بتختلف في الفاليو. لو اليوزر اختار الفيميل يبقى المفروض ان الفاليو اللي هتنبعت للسيرفر F، لو اختار ميل يبقى المفروض ان القيمة اللي هتنبعت للسيرفر هي M. خلاص ونقفل النموذج. هنا بيقول لي هنا يوزر، اما يوزر بيختار واحد من الراديو باتونز المفروض ده يحصل له تشيك، يعني معنى كده انه هيمنع او بقية الزراير كلها هتبقى deactivated او unchecked، يبقى هو بيختار واحد من العناصر دي فقط. نيجي للنمط اللي بعده، هنستخدم حاجة اسمها تشيك بوكس. التشيك بوكس اللي هي دي بقى انا ممكن اختار منها اي عدد منهم، مش اختيار متعدد، ده مفتوح للاختيارات. فهنبدأ بيه نعرف فورما وادي الاند فورم، ونكتب هنا احنا عايزين نكتب كلمة I have a bike. كتبنا كلمة I have a bike اهيت. طب المربع ده هنعمله ازاي؟ هنجي نقول input وبعدين type ونوعه checkbox.
يبقى حضراتكم دلوقتي خدتوا 3 أشكال، هنا تشيك بوكس، هنا راديو، كان هنا تكست. طيب النيم الخاص بيه سميناه كلمة في أكل. الفاليو لو اليوزر ضغط على العنصر دوت المفروض إن القيمة اللي تنبعت للسيرفر بايك. السطر اللي بعده هيكون هنا input type نوع تشيك بوكس واسمه في أكل، والقيمة اللي هتنبعت كلمة كار. زي ما قلت لحضراتكم القيمة دي أنت اللي بتحددها. يبقى أنا يهمني هنا إن العناصر دي كلها يكون لها نفس الاسم. يبقى لو اليوزر اختار السطر الأولاني القيمة اللي هتنبعت هتنبعت بايك، لو اليوزر اختار التاني القيمة اللي هتنبعت هتنبعت كلمة كار. حضراتكم كنتوا فاكرين إنه كان في أسلوبين لإرسال البيانات الخاصة بالنماذج، وإن البيانات اللي في النموذج بتنبعت على شكل النيم بيساوي الفاليو وبعدين أمبير سنت وهكذا. يعني معنى كده لو اليوزر ضغط على الخاصية التانية أو العنصر التاني من النموذج هينبعت له إيه؟ هينبعت له إن كلمة ويأكل كده بتساوي الاختيار الخاص باليوزر اللي هو كان مين؟ الاختيار الخاص باليوزر اللي هو كان كلمة كار. لو في عناصر تانية هينكتب name بيساوي الفاليو وبعدها أمبير سنت، name بيساوي الفاليو وبعدها أمبير سنت وهكذا. عايزين نصمم دلوقتي قائمة منسدلة. القوائم المنسدلة بيسموها drop down list. فأنا عندي هنا drop down list بتحتوي على مجموعة من العناصر اليوزر مسموح له إن هو يختار عنصر واحد أو أكتر على حسب الكود اللي إحنا بنعمله. طبعا دي فورم، يبقى بدايتنا هتكون فورم ونهايتنا فورم. عشان نصمم الدروب داون ليست فإحنا بنستخدم السيلكت إيليمنت الخاص بالـ HTML. هنيجي بدين سيلكت ونهايتنا هتكون سيلكت. نبدأ نحط النيم الخاص بالدروب داون ليست أو السيلكت هنسميها كارز. عايز أأكد على حاجة هنا، إنه فيه نص بيظهر لليوزر وفي قيمة بتنبعت للسيرفر. فالنص اللي بيظهر لليوزر اللي هو فولفو وساب وفيات وأودي، ده بينحط ما بين الأوبشن والأوبشن، أوبشن أوبشن وهكذا. الفاليو هي القيمة اللي بتنبعت للسيرفر، فلو اليوزر اختار كلمة فولفو فإن القيمة اللي هتنبعت للسيرفر هي F، وهكذا مع بقية العناصر. يعني عشان أوضح أكتر، احنا عارفين ان البيانات بتنبعت على شكل نيم بتساوي الفاليو وبعدين امبير سند كده. طيب اليوزر اختار كلمة فولفو، يبقى المفروض انه اسم الليست اللي هو كارز هينبعت يساوي هو اختار فولفو، يبقى هينكتب اف، يبقى ده الناتج اللي هينبعت للسيرفر. نيجي بعد كده الحاجة اسمها هيدن فيلدز. الهيدن فيلد ما بتظهرش على النموذج. طب ازاي ما تظهرش؟ امال فايدتها ايه؟ الهيدن فيلد احنا بنستخدمها عشان نبعت بيانات من نموذج لنموذج تاني من غير ما اليوزر يحس. ممكن نكون بنستخدمها عشان نعمل تراكنج لليوزر. يعني مثلا حضرتك بتدخل على موقع، الموقع ده بيبيع منتجات. في الصفحه الاولى انت اخترت منتجين ثلاثه وبعدين ضغطت نيكست، فانت رحت لصفحه تانية. الصفحه التانية دي الصفحه التانية هيكون فيها مجموعه من العناصر. طيب المفروض انه البرنامج بتاعي هياخد العناصر أو المنتجات اللي انت اخترتها في الأول ويضيف على المنتجات التانية. طب يجيبها ازاي؟ لأنه بيكون مخزنها في حقل مخفي. يبقى دلوقتي الهيدن فيلد ما بتظهرش على صفحة البراوزر، لكن لو أنا شفت السورس كود الخاصة بالصفحة هعرفها. الهيدن فيلد احنا بنستخدمها عشان نعمل باسنج للإنفورميشن، نبعت المجموعة من المعلومات مثلا لماي سيكوال داتابيز، او زي ما قلت لحضراتكم احنا بنعمل تراكنج لليوزر. طب نكتب الكود الخاص بيها ازاي؟ ولا حاجه، بنكتبين input ونقول التايب بتاعه هو hidden ونكتب بقيه البيانات. طبعا هنا مديله id ومديله النيم الخاص بيه كان age والقيمه بتاعته 23. دي حاجات عاديه خالص. هو بيقول لي هنا بالرغم من ان البراوزر ما بيعرضش الهيدن فيلد دوت الا انه بيكون ظاهر وموجود كبلين تكست لأي شخص يقدر يشوف السورس كود الخاص بالصفحة. لو الفورم أبليكيشن النموذج اللي موجود عندي سبانز، يعني معنى كده أنه بيوزع أو موزع على أكتر من صفحة، يعني معنى كده أن اليوزر إنبوت كان بيكارد، ممكن ناخد البيانات الخاصة باليوزر من فورم الفورم، وبالتالي الهيدن إنبوت دي هتسهل لي العملية دي. يبقى إذن if the form application spans a several XHTML document، لو كانت الفورم
موجودة على أكتر من صفحة، وبالتالي إن اليوزر انبوتس اللي موجود عندي ممكن ننقله من نموذج لنموذج. يبقى إذا الهيدن انبوت تايب could then be used، هنقدر نستخدمه عشان نعمل identify لليوزر من خلال حاجة اسمها session cookie. session معناها جلسة. كمان احنا ممكن نستخدم الهيدن فيلد ديت عشان نحدد اليوزر موجود في اي منطقة من البرنامج بتاعي، هل هو في الصفحة الاولى ولا في الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة. نتنقل لعنصر تاني اللي هو اليوزر نيم والباسورد. بيقولي ان اليوزر نيم عبارة عن تكست بوكس عادي خالص. نتنقل لعنصر جديد اللي هو اليوزر نيم والباسورد فيلز. اليوزر نيم عبارة عن one line text box مفهوش اي مشكلة، انما الباسورد element هو برضو text box، لكن الميزة فيه انه بيغير التكست اللي انت بتدخله بنجوم دوائر سودة على حسب البراوزر اللي موجود عندك. يبقى اذا اليوزر نيم is regarded simply as a text، لكن الباسورد بيديني فيلد. الفيلد دوت بيستبدل الحروف اللي حضرتك بتكتبها كاستريكس يعني نجوم، او بلاك سيركلز يعني دوائر سوداء. طب نعمله ازاي؟ بنيجي نقول انبوت ونقول تايب ونكتب النوع تكست. نيم الخاص بيه كان اسمه يوزر ما فيهوش مشكله خالص. الباسورد هو نوع من الفيلد اللي خاصيه التايب بتاعته بتكون اسمها باسورد. نتنقل لعنصر جديد اسمه تكست اريا. التكست اريا ده بيقبل اكتر من سطر واحد في حالة ال one line text box اللي هو زي اليوزر نيم ده، لكن في حاجة اسمها text area. text area بتقبل اكتر من سطر، زي مثلا في حالة ارسال ايميل. الايميل اللي موجود عندي الجزء الخاص بالمسج او بالسبجكت ده بيكون اكتر من سطر. نعملها ازاي؟ هنيجي نقول هنا text area، حضراتكم شوفوا هنا مفيش حاجة اسمها input type، هنا ده نوع جديد لوحده. يبقى هنا text area، ونيجي نحدد كم صف وكم عمود اللي احنا عايزينهم. فاحنا بنقول انه عدد الروز اللي موجودة عندي كانت 10، وعدد الكولمز اللي موجودة عندي كانت 30. طبعا وهنا مكتوب كلمة type in the box، النص ده بيظهر في البوكس نفسه. ليه؟ لانه موجود ما بين التكست اريا الفتحة او اللي هي الستارت تاج والاند تاج. هنبدأ بكلمة فورما في الستارت وفورم في الاند. ونيجي هنا كلمة postal address دي المفروض انها تكون موجودة فوق هنا، فوق كلمة type in the box. نيجي بعد كده نعمل الاليمنت اللي اسمه text area. يبقى هنقول text area text area، ونقول rows بتاعته 10 row، والcolumns كانوا 30. وطبعا كلمة type in the box زي ما قلت لحضراتكم بتظهر جوه البوكس نفسه. اخر حاجة نتعامل معاها هي الازرار المستخدمة لارسال او مسح محتويات النموذج. انا عندي زرارين اثنين مشهورين اللي هو submit والreset. عشان نتعامل مع زرار السبميت فاحنا بنيجي نقول input ونحدد النوع بتاعه هو submit type، والنيم بتاعه بيكون submit برضه. كلمة value هنا هي بتحدد النص اللي بيظهر على الزرار نفسه، فممكن يكون كلمة submit، ممكن يكون كلمة send، أو أي حاجة أنت عايزها. زرار الريست نفس الحاجة دي بالظبط، نفس السطر اللي فوق هو نفس السطر اللي تحت، بس شلنا كلمة submit وحطينا بدلها كلمة reset. submit بقت reset.